بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 16 حول درس التناسبية لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. في 5 دقائق، آلة طباعة تنتج 50 جريدة. في 15 دقيقة، كم من جريدة تنتج 4 آلات طباعة؟ في 15 دقيقة، كم من جريدة تنتج 4 آلات طباعة؟ انقل هذه المعلومات في دفتر التمارين، ثم خذ دفتر البحث وأنجز التمرين. يلا نبدأ الجواب. لنحسب عدد الجرائد التي تنتج أربع آلات طباعة في 15 دقيقة. إذا في البداية يجب أن نعرف أولا كم تنتج آلة طباعة من جريدة في دقيقة واحدة. هنا أعطونا واحد المعلومة مهمة، أنه في 5 دقائق تنتج آلة طباعة 50 جريدة. متفقين؟ إذا يمكن لنا نعرف بسهولة في دقيقة واحدة كم تنتج آلة طباعة من جريدة. يلا سنكتب ذلك. في 5 دقائق آلة الطباعة تنتج 50 جريدة. في 1 دقيقة، أو في دقيقة واحدة، بحال في 1 دقيقة آلة الطباعة تنتج إكس جريدة. إذن هنا عندنا فرصة لاستعمال التناسب. إذن ماذا يمكن نقول عن العددين 5 و1 بالنسبة ل50 و X؟ صحيح، إذا العددان 5 و1 متناسبان مع 50 و X. إذن 5 و1 متناسبان مع 50 و X. يعني ماذا بطريقة رياضية؟ نعم، يعني 5 على 50 تساوي 1 على X. ونختزلوا بخمسة، ستعطينا 1 على 10 يساوي 1 على X. يعني ماذا؟ نعم، يعني X يساوي 10. نقدر نستعمل هنا الطريقة ديال 1 في X يساوي 10 في 1، أي X يساوي 10. ولو عرفتي النتيجة مباشرة راه هذا أحسن. إذن آلة الطباعة تنتج في دقيقة واحدة
عشر جرائد، متفقين؟ نكتبها. إذن في دقيقة واحدة تنتج آلة الطباعة 10 جرائد. إذن في 15 دقيقة كم ستنتج؟ في 15 دقيقة تنتج آلة الطباعة كم من الجرائد؟ في كل دقيقة تنتج 10، إذن في 15 دقيقة تنتج، نعم، 10 في 15، أي 150 جريدة. إذن دروك تنعرف بأن آلة الطباعة تنتج 150 جريدة في 15 دقيقة، وحنا عندنا 4 ديال آلات الطباعة، وكل واحدة فيهم غادي تنتج لنا 150 دقيقة، 150 جريدة. إذن 4 شحال غادي ينتجوا؟ كم سينتجون؟ نعم، سينتجون 150 في 4، أي 600 جريدة في ظرف 15 دقيقة. متفقين؟ سنكتب ذلك. وبالتالي في 15 دقيقة تنتج 4 آلات، 4 آلات طباعة، 150 في 4، أي 600 جريدة. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج الزيتون، مراكش. إلى اللقاء.